دور الثمانية عباقرة الجامعات الموسم السادس، وهفكركم بالنتيجة. جامعة بنها 40، جامعة أسيوط 100. تغيير في جامعة أسيوط، إبراهيم الدسوقي رجع مكان محمد أبو القاسم. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. إبراهيم وعمر، عمر وإبراهيم. إبراهيم هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني، تفضل. عمر تعالى مكاني. كل إجابة هتفرق، ركز على قد ما تقدر. إن شاء الله. اتفقنا؟ إن شاء الله. عايز الإجابات بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. تمام. نطمن على إبراهيم. إبراهيم تمام؟ إبراهيم تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغة الرسمية في دولة أنجولا؟ برتغالي. صح. عدو الشعب هي مسرحية الأديب نرويجي. بص. من قام بقتل سيف الدين قطز عام 1260؟ بيبرس. صح. فنان راح القمة بدور حامد الغرباوي في مسلسل العصيان، فمن هو؟ بص. ما حاصل ضرب 40 في 60؟ 2400. صح. يقع مضيق ناروتو بإحدى الدول الآسيوية، فما هي؟ الصين. غلط. أحد أعضاء جسم الإنسان ينتج بروتين الألبومين. الغدة الكظرية. غلط. لما لما هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟ محمد حماقي. صح. في عهد أي حاكم من الأسرة العلوية تم تشغيل ترام القاهرة؟ خديو إسماعيل. غلط. ما هو النادي الحاصل على كاس الأهلي؟ لا مش الأهلي. شكرا. مش الأهلي، في فرقة تانية في الدنيا غير الأهلي يعني. بتاخد بطولات يعني. يا سليم، عايزين إبراهيم ينضم لينا. طبعاً تعرف كم إجابة. تمام. عشان جايز إبراهيم مش عايز يعرف. إبراهيم عايز تعرف اللي حصل ولا لأ؟ عادي مش هتعرف. عادي؟ طيب. 4 إجابات صح من 10. تمام؟ تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغة الرسمية في دولة أنجولا؟ البرتغالي. صح. عدو الشعب هي مسرحية الأديب نرويجي. كنوت هامسون. غلط. من قام بقتل سيف الدين قطز عام 1260؟ قنصوة الغوري. غلط. فنان راح القمة بدور حامد الغرباوي في مسلسل العصيان، فمن هو؟ نور شريف. غلط. ما حاصل ضرب 40 في 60؟ 2400. صح. يقع مضيق ناروتو بإحدى الدول الآسيوية، يابان. صح. أحد أعضاء جسم الإنسان ينتج بروتين الألبومين، فما هو؟ الكبد. صح. لما لما هي أغنية للفنان مصري معاصر، فمن هو؟ محمد حماقي. صح. في عهد أي حاكم من الأسرة العلوية تم تشغيل إسماعيل. غلط. إبراهيم كم إجابة صح؟ 5 إجابات صح من 9. وطبعا عمر معاه 4 إجابات صح من 10. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. عدو الشعب هنريك إبسن. أنا مش مقتنع. أنا هنريك إبسن. السؤال الرابع، مسلسل العصيان محمود ياسين. مين اللي عمل دور حامد الغرباوي في مسلسل العصيان؟ طبعا الفنان الراحل محمود ياسين. السؤال التاسع، في عهد أي حاكم من الأسرة العلوية تم تشغيل ترام القاهرة لأول مرة عام 1896؟ مين؟ عباس حلمي الثاني. والسؤال الأخير، أنت قلت الأهلي يا عمر، ما هو النادي الحاصل على كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم عام 2023؟ إشبيلية. طبعاً مانشستر سيتي. كلنا نحيي إبراهيم وعمر، عمر وإبراهيم. النتيجة اتغيرت، وجامعة أسيوط محافظة على التقدم. إبراهيم كنتوا كام؟ 100 100، وخمس إجابات صح بخمسة وعشرين نقطة، وعشر نقط هدية من جامعة بنا 135. لو كسبتوا ضربات الجزاء حسمتوا التأهل للمربع الذهبي. إن شاء الله. إن شاء الله خير. جامعة بنا عمر كنتوا كام؟ 40. وأربع إجابات بقيتوا 60 60، وخمسة وعشرين 85. أنا في رأيي ترجعوا تاني في المباراة، عادي جدا تخطفوا سؤال في عجلة الحظ وتجاوبوا على سؤال تاني، تلحقوا نفسكم. اصحى.
ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. كارن وزينب، زينب وكارن. السؤال الأول، الرياضة، حصل اللاعب جوشوا شيبيتيجي على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بإحدى الرياضات، فما هي؟ السباحة. السباحة إجابة خاطئة. كارن، رفع أثقال. لاعب أوغندي مشهورين بإيه؟ لعب قوة. لعب قوة. بالجري. الأفارقة مشهورين بالجري. حصل على الذهبية في سباق 5000 متر عدو، وهو صاحب الرقم القياسي العالمي في السباق ده، 12 دقيقة و35 ثانية و36 جزء من الثانية. طبعا يا كارن إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة ألعاب القوة. إبراهيم والزوقة، الزوقة وإبراهيم. السؤال التاني، أدب، من هو الأديب اللاتيني مؤلف رواية البطل المتكتم، The Discreet Hero؟ يوسا. يوسا الهدف الأول. أديب من بيرو وحصل على جائزة نوبل، هدف بلا مقابل. مروة لو جاوبت صح ألف مبروك، التأهل للمربع الذهبي. أميرة محتاجة تتعدلي. السؤال الثالث، فنون، من هو مخرج فيلم وش في وش؟ أحمد خالد موسى. أحمد خالد موسى إجابة خاطئة. الفيلم ده من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال. سؤال مش سهل الحقيقة. أحمد البدري. أحمد البدري الله يرحمه. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة وليد الحلفاوي. السؤال الرابع، مش محتاجين ألم. عمر عندك فرصة واحدة، هي التعادل. البدري عندك فرصتين، يا تجاوب صح يا عمر يجاوب غلط. السؤال الرابع، معلومات عامة، جاك ديوف هو أول إفريقي تولى منصب المدير العام لإحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فما هي؟ تولى المنصب من 1974 ل 2011. يونسكو. مش اليونسكو. إجابة خاطئة. كان الأمين العام للبنك المركزي في دول غرب إفريقيا من 85 ل 90. منظمة إيه؟ إجابتك. منظمة صندوق النقد الدولي. تجارة. جامعة أسيوط إلى المربع الذهبي. هاردك يا عمر، إجابة خاطئة. هو كده منظمة التجارة العالمية؟ منظمة الفاو. 25 نقطة لجامعة أسيوط، جامعة أسيوط 160، جامعة بنها 60. للأسف الشديد جامعة بنها ودعت بطولة، مع ان انتوا اديتوا اداء عظيم في الموسم ده بجد. خساره جدا، ولكن الخبره الحقيقه فرقت في ماتش النهارده مع جامعه اسيوط. لما جامعه اسيوط بتقع الوقعه دي بيعرفوا يلموا نفسهم تاني. شفناها قبل كده. شفناها مع جامعه اسيوط قبل كده، بيعرفوا يرجعوا في المباراه تاني. جامعة بنها للأسف الشديد ما عرفتوش ترجعوا في المباراة. محمد الزوقة هنشوفك بإذن الله في حلقة أفضل لاعب في الموسم السادس مع بطولة الجامعات.
زي ما البدري قال، انت فعلا من افضل اللاعبين في الموسم ده، ولكن النهارده انت قريت عليه. لا والله، هو مضغوط بسبب ظروف الامتحانات طبعًا اللي عنده. هارد لك يا محمد، هارد لك جدا ليك، ولكن انا مبسوط ان احنا هنشوفك في ماتش مهم جدا، حلقه افضل لاعب في الموسم، افضل 8 طلاب في الموسم السادس. فانا عايز احييك على ادائك المشرف في الموسم ده. مش بجاملك، بالعكس انت كان ادائك عظيم في الموسم ده، ابهرتنا في مواقف كتيره جدا، كنا مبهورين باجاباتك وبطريقه تفكيرك. كلنا نحيي محمد زوا وجامعه بنها. جامعه بنها مستوى احسن من كده بكتير، ولكن فقدوا التركيز من بعد اول سؤال. الهدف الاول عاش يا ابره. انا نزلت فتحت الضغط وقدرت اجاوب على 4 اسئله، لكن للاسف فرق بيني وبين زميلي على سؤال واحد. جامعه اسيوط يستحقوا الفوز، مركزين، عاملين مجهود غير عادي، سفر، تعب، مذاكره، استعدادات، برافو عليك، يستحقوا نشوف مربع الذهب. وان شاء الله تيم جامعه بنها يرجع اقوى الموسم الجاي من عباقره الجامعات. عجله الحظ مش هيبقى ليها دور في ماتش النهارده، اتمنى ان جامعه بنها تحسن السكور في اخر فقره. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع اخر فقره، فقره عجله الحظ والعباقره. وبكده طلاب مصر جمعوا 80 نقطه في فقره تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطه ب 10,000 جنيه بما يساوي 800,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 2,200,000 جنيه في خزنه البنك الاهلي لتطوير القرى المصريه. هذا البرنامج برعايه من يهتم بالتعليم في مصر.